في هذه الالفيه هذه عرفت الدار البيضاء محطتين اساسيتين بالنسبه للترونسبور ديالها. المحطه الاولى كانت في 2004 والمحطه الثانيه في 2012. 2004 دخلت الدار البيضاء تجربه تدريب المفوض لهذا القطاع هذا. في 2012 انطلق اول خط لهذا الترامواي هذا، ولكن رغم كل ذلك مازال البيضاويين يعتبروا بان المدينه تحتاج الى ترونسبور اكثر، يعني اكثر جوده باش يتصالحوا مع وسائل النقل ديالهم. كاين هو كيعطلو شويه، ما موجود هاد الشركه موجود كلشي. راك بكري كنمشيو تسلاو الطريق، ما دابا والله مقومين هاد ما فيهاش. الشركه اللي دخلت احسن من الاخرى؟ لا احسن الجاب عليها، فرق بيناتهم وبينها. كاين شي سحاب في الطوبيس ولا ها؟ كاين شي سحاب ولا لا؟ كاين شويه اختي، راه مع بنادم. اذا كان بنادم راه عامر، ما كان بنادم راه على حساب بنادم. هو دابا بعد كاين بعض البعضين كيحرقوا، ما قابوش يوقفوا. الطاكسيات تيهزوكم الطاكسيات؟ كيمشيو للطاكسيات ونجيو هنايا، حيت كيتعط كيحرق ما كيوقفش في البلاكه. بالنسبه للطوبيس اخويا، اصلا الطوبيس ما عندناش حنا في المغرب، الطوبيسات اصلا كيجيو معطلين روطال. الطوبيس خاص يكون على التباعد، التباعد ما كاينش. كتطلع الطوبيس كتلقى فيه 100 واحد، كيحرق الضوء اول حاجه الشيفور، كيحرق الضوء. كتلقى اصلا الطوبيس ما فيهش الامتيازات ديال الطوبيس للامان باش المواطن يطلع يريح فيه، عا باش ندور على السرقه هضره اخرى عاوتاني. الله يهدي شي وحدين، الله يهديهم. كتلقى الناس كبار مساكن طالعين في جيبو 400 درهم كيديو هذا، كيهبط من البلاكه للبلاكه كيلقى هذيك 400 درهم مشات. يعني هذه البلاد هذه حنا ابار الطوبيس اصلا النظام ما منظمش، زائد انتم زائد الموضوع ديالنا هو الطوبيس. الطوبيس اصلا في البلاد عندنا ما مسيرش الوقت، ما كيكونش في الوقت. مثلا دابا انت باش تطلع مع 8 غتطلع مع 10، ما غايجيكش على 10، وملي كتطلع كتلقى الزحام. وبسبب كورونا قال لك خاصك دير تباعد، ما كاين تباعد، ما كنشوفوا لا تباعد لا والو. كتلقى الطوبيس مريحين فيه 100، يعني ما كاينش النظام. بالنسبه للترام، الترام احسن من الطوبيس حاليا، احسن ولا الطاكسي. اما الطوبيس اخويا في المغرب لا، ما موجودش. موجود داك الشيء، راه كاين هذاك الشيء، ماشي ما كاينش، ولكن خصها بنادم يتنظم. هذا هو اللي إذا كان بنادم منظم راه تمشي الأمور. كان بنادم غير غادي زطم وهذاك الشيء راه يبقى ديما بحال ما درتي والو. هو خص النظام، هذا هو اللي كاين. أما راه الترونسبور موجود، ماشي ما كاين، كاين طاكسيات، كاين طوبيسات. الطوبيسات الجداد اللي داروا دابا شويه كومام، بعد الإنسان ملي كياخذ الحافلة كيرتاح شويه، ماشي بحال كما كانوا القدام كيقطر عليه الماء والكرسي فازاك وسميتو. أما بالنسبة لهاد الجداد حقيقة الا كانوا طوبيسات جداد ومزيانين راه خاص حتى الشعب يكون في المستوى. انا ما راضيش على الترونسبور في كازا، ولاقي الراحة ديالي في البيكالا ديالي، منها رياضة منها كلشي، ومهني من الصداع ديال الطوبيس. علاش ما راضيش على الترونسبور؟ ايوا قوة الفوضى وقوة، ما كاينش النظام، هذا هو اللي كاين، ما كاينش النظام او الفوضى، ويعني بنادم ما شاء الله وصافي. المطالب ديالك بالنسبة للمسؤولين في هذا الشيء تاع الترونسبور؟ المطالب اخويا ديالي هي انه الناس المسؤولين على هادشي النقل خصهم ينظموا النقل. النقل يعني من الدار البيضاء ملي كنا في الطاك كان الطاك منظم، ملي تحيد الطاك ولا يعني ولات الفوضى في الدار البيضاء صراحه. هي هادشي اللي جينا ترونسبور. بالنسبه ترونسبور موجود من البرنوسي لهنا، موجود الطاكسيات ولا الطوبيسات ولا كاع كلشي موجود، حديد موجود الحمد لله. الانسان اللي بغى يجي لهنا وسميتو كاين المركوب موجود، ماشي وما كاينش حتى زحام، ما كاينش في الطوبيس زحام. بالنسبه للزحام ما كاينش. كما شفتوا متتبعي قناه انفاس بريس، الكثير من المواطنين يؤكد على ضروره تغيير العقليات حتى بالنسبه للمواطنين. هاد المواطنين اللي العديد منهم تيعول على 2021 هي السنه اللي غادي يدخل فيها الاسطول الجديد، بالاضافه الى الخط الثالث والرابع للترامواي. فهل يعني غادي تنتهي معاناه البيضاويين مع التنقل؟ السنوات المقبله هي الكفيله بالجواب على هذا السؤال.